امتى العرس يا نارين؟ اعلنت اليوتيوبر نارين بيوتي سابقا على مواقع التواصل الاجتماعي بخطوبتها من رجل الاعمال رامي الياس سامو، ووقتها نشرت على صفحتها بالانستغرام فيديو بيتضمن اجواء رومانسية بيحتوي على مشاهد من تقديم عرض طلب الزواج بروبوزل، وكتبت على الفيديو: خطينا اول خطوة لحتى نبني عائلة سوا، ومتحمسة كتير لمستقبلنا. كنت على طول قول اني بنت محظوظة، بس اليوم فيني بقول اني محظوظة بوجودك. ولما سألت نارين عن سبب عدم اعلان خطوبتها من رامي وقتها، قالت بان الخطوبة تمت قبل بيوم واحد من احداث غزة، واما اليوم وبسبب كثرة الاسئلة يلي عم تجيلها عن سبب تأخر زواجها من رامي، فبتقول نارين: اوكي، المفروض كان عرسي يكون ب3/8، يعني اليوم 5 شهر قبل بيومين كان المفروض يكون عرسي بلبنان. العرس ان شاء الله رح يكون اول ما يصير الجو حلو، لانه على الاغلب رح نعمله هون بدبي ان شاء الله بداية السنة الجاي على 2025. رامي الياس هو رجل اعمال اماراتي من مواليد سوريا 1986، وبيشتغل بمجال الخدمات المصرفية الاستثمارية. اما نارين عمارة والمعروفة باسم نارين بيوتي، هي يوتيوبر من مواليد سوريا عام 2000، وانتقلت للسويد بسبب الازمة بسوريا، وحاليا تقيم في دولة الامارات. ولهون بيكون وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم. بشوفكم بحلقة جديدة من حقائق مع رامي. سلام.